صباح النور روان، واهلا وسهلا بك معنا. صباح الفل عزيزتي سارة، يسعد صباحك وصباح السادة المشاهدين الكرام. يسعد صباحك. طيب خلينا نبتدأ الآن، ومع الضغوطات ومع الفترة الماضية كثر ربما استخدام الحبوب المنومة عند بعض الناس، ويعتقدون أنها لا يمكن أن تسبب لهم الإدمان أو لا يمكن أن يدمنوا على هذه الحبوب، هل هذا صحيح؟ نعم، هلا مصطلح الأدوية المنومة يشمل الأدوية التي تصرف من غير وصفة طبية زي الأنتي هيستامين ومثلا باراسيتامول نايت والمكملات العشبية اللي هي الميلاتونين والفاليريان روت اللي هي عشبة الناردين، هذه تؤخذ من غير وصفة طبية طبعا بالاستشارة الصيدلانية والطبية، وعليها بعض المآخذ والمحاذير التي يتم إرشاد المريض عن طريق هؤلاء. ولكن عندما نتحدث عن الأدوية المنومة اللي هي حقيقة يعني هي موصوفة طبيا لعلاج الأرق المزمن ومن قبل الطبيب، هنا طبعا تصبح هذه العبارة خاطئة. وكم من الأشخاص دخلوا إلى عالم الإدمان وبراثن الإدمان عن طريق هذه العبارة، قالوا بأنه يعني بيستخدموا المنومات لحتى لحل الأرق، ثم وجدوا نفسهم يزيدوا بالجرعة ودخلوا في موضوع الإدمان. حتما إذا تم استخدام هذه المهدئات أو المنومات اللي نطلق عليها سيديتيف هيبنوتكس من غير استشارة طبية وبتجاوز الجرعة الموصوفة من قبل الطبيب أو الفترة الموصوفة من قبل الطبيب، سيجد الشخص نفسه يعاني من أعراض الإدمان ومن تبعيات حتى الأعراض الانسحابية لهذه العقاقير والأدوية التي يجب أن تكون بوصفة طبية. نعم، يعني دكتور كمان الأخصائيون هنا يقولون أنه ليس فقط إدمان بقدر ما هو اعتقاد الشخص أنه لا يمكن أن ينام من دون أخذ هذه الأدوية، وأسمعها كثيرا من الناس لا أستطيع النوم بدون تناول شيء ينوم أو يساعد على النوم دواء يتحدثون، ما رأيك هنا؟ نعم صحيح سارة. هلا هناك يعني آثار لهذه الأدوية، عبارة احنا بنسميها dependence and tolerance، يعني هناك اعتماد كامل يصبح لدى الشخص المستخدم لهذه الأدوية على هذه الحبوب المنومة، بحيث يصبح هناك يعني ارتباط ما بين عقله وما بين يعني جسده بأنه لا يستطيع النوم والدخول بالنوم إلا عندما يأخذ هذه الأدوية، يصبح لديه اعتماد كامل. أيضا في المقابل يصبح هناك تحمل للجسم لهذه الأدوية، هذه الأدوية عندما يأخذ هذا الشخص تعمل عملها في تثبيط الجهاز العصبي المركزي اللي هو السنترال نيرفس سيستم CNS، ثم يدخل المريض في الاسترخاء ويساعده في النوم، ولكن يتعود الجسم ويتحمل هذه الأدوية فيصبح المريض بحاجة إلى جرعات أزود وأزود، فيلجأ إلى تزويدها من تلقاء نفسه، فيدخل في موضوع الإدمان وعدم القدرة على التوقف عن هذه الأدوية. وعندما يحاول التوقف عن هذه الأدوية يجد بأنه يعني هناك أعراض انسحابية وأنه بحاجة إلى رجوع للطبيب لكي يخفف لديه هذه الأدوية تدريجيا بما يخفف عنده الأعراض الانسحابية، فهي فعلا لها تأثير فيزيائي عضوي وتأثير نفسي أيضا. إذن الإدمان دائما نعرفه أنه هو الارتباط بالأشياء، قد يكون فيزيائي كما ذكرت دكتور وقد يكون نفسي، ولكن كلمة إدمان مخيفة شوية وكبيرة، هل يمكن هنا أن نقول أن هذه الخطورة توازي خطورة الإدمان على أنواع أخرى من العقاقير؟ نعم، هي توازي الإدمان على أنواع أخرى من العقاقير، وهي خطيرة هذه الإدمان على هذه الأدوية، وخاصة عندما نذكر المهدئات والمنومات نذكر مجموعة البنزوديازيبينز، هي الإدمان عليها خطير جدا، يوازي حتى ويماثل الإدمان على الكحول، إضافة إلى أنه الأعراض الانسحابية الخطيرة التي تصدر عند التوقف عن أخذ هذه الأدوية تماثل أعراض الإدمان على الكحول. طب ما هي المخاطر؟ أخبرينا عن المخاطر. نعم، بالنسبة إلى المخاطر، أولا كما ذكرنا موضوع الإدمان يصبح الشخص بحاجة إلى تزويد الجرعة شيئا فشيئا، وأحيانا عندما يعني يتجاوز الجرعة المسموح بها بشكل كبير تصل إلى حد توقف التنفس، يعني تؤثر تعمل بطء بالتنفس وتوقف التنفس وقد تؤدي إلى الوفاة. أيضا هناك اعتماد على هذه الأدوية، يصبح الشخص لا يستطيع النوم من غير هذه الأدوية، إضافة عندها أثر اللي احنا بنسميه hangover effect اللي هو بقاء تأثير الأدوية يعني في النهار عندما يستيقظ الشخص من النوم، يعني هو بتساعده بالنوم بالليل ولكن عندما يستيقظ يكون جسمه خامل كسلان، يعني عنده يشعر بالتعب والأرق والتوتر والنعاس، فلا نستطيع أن يعني نسمح له مثلا بالقيادة، ممكن أن يحصل هناك حوادث بالنسبة له يعني تؤثر عليه وعلى الأشخاص الآخرين. أيضا الأشخاص اللي بيعملوا بحاجة لإعطاء آراء لا يستطيعوا هذا الموضوع، خاصة أنه كمان بتأثر بتعمل فقدان بالذاكرة،
وعدم انتباه وتركيز، والأشخاص اللي بيعملوا بالأماكن اللي فيها آلات خطيرة برضو كمان لا يستطيعوا العمل بهذه الأمور. أيضا كمان بتعمل انخفاض في ضغط الدم من آثار هذه الأدوية، إضافة كمان إلى أنها مثل ما قلنا بتعمل يعني بطء في جهاز التنفسي، هذا كمان من آثارها. فهي أيضا تؤثر على الجهاز الهضمي، فهي ممكن تعمل قيء وغثيان، وممكن كمان تسبب إمساك شديد عند الشخص. فهي يعني مخاطر كثيرة، إضافة كمان إلى أنه بتساوي عندهم تغيرات مفرطة في المزاج. نشاهد أنه عندهم تغيرات مفرطة بالمزاج، هذا بيكون واضح عليهم. أيضا ازدواجية الرؤية، يعني الترنح أو عدم القدرة على الوقوف بشكل صحيح، وعندهم كمان بطء في الكلام أو اللي احنا بنسميه slurred speech، يعني بيكون في عندهم عدم وضوح في الكلام، صعوبة في التكلم. هاي كلها من الأمور اللي بنشاهدها، إضافة إلى أنه ممكن كمان يكون في عندهم تصرفات عدائية، وهذا يعني يحصل عندما تتوقف الكمية الأدوية عندهم وينقطعوا من الأدوية، يلجأوا إلى تصرفات عدائية لأنه هدفهم دائما هو الحصول على الدواء، وممكن أنهم يلجأوا إلى تزوير الأدوية الوصفات الطبية أو حتى إلى التعدي على الصيدلاني بهدف الحصول على الأدوية. وهي يعني فعلا من الآثار الخطيرة ليس فقط على المدمن وإنما أيضا على المجتمع. طيب دكتور، هنا ذكرتي معلومة قبل قليل أن بعض الأدوية القوية المنومة لا يمكن الحصول عليها بدون وصفات طبية، ويلجأ من اعتاد أخذ هذه الحبوب للنوم إلى بدائل أخرى تعطيه التأثير. هل هذه البدائل أيضا لها هذه الدرجة من الخطورة التي ذكرتيها عند استخدامها؟ نعم، بالتأكيد بطريقة مفرطة. نعم، هلا اذا انت عم تقصدي الأدوية اللي هي من غير وصفة طبية كمثلا الباراسيتامول نايت المتوفر بالصيدليات او الانتي هيستامينز او الميلاتونين والسبلمنتس او الفاليريان روت، طبعا هناك يعني محاذير بالنسبه لاستخدامها، ويعني حسب حاله المريض ويعني والادويه اللي بياخذها. نعم. وهي طبعا باستشاره الصيدلاني والطبيب، هذا النقطه مهمه. مثلا الانتي هيستامينز برضه ممكن تعمل من الاثار الجانبيه لها، ممكن تعمل جفاف بالفم، يعني من الامور اللي ممكن تعملها، احتباس بالبول، امساك، يعني هاي من الامور اللي ممكن تسببها الصداع. هاي بالنسبة للآثار الجانبية لها. أنا حابة كمان سارة، بما أنك حضرتك سألتي عن هذا الموضوع، يجب أن ننبه هنا أنه ليس دائما الحل بالنسبة للي بيكون عندهم أرق هو الرجوع مباشرة إلى الأدوية المنومة. حتى بالدراسات ثبت أنه تغيير النظام السلوكي وطريقة الروتين تبعتنا والتصرفات الخاطئة بالنوم كان لها تأثير إيجابي أكثر بكثير بالنسبة لموضوع الأرق من الأدوية المنومة. يعني أحيانا يكون هناك أخطاء في النوم، مثلا الوسادة مش مريحة، غرفة النوم غير مريحة، التخت غير مريح، الحرارة بالدرجة الغرفة مش مناسبة، الإضاءة والهاتف الخلوي، مثلا استخدام الهاتف الخلوي، وجود التلفاز بالغرفة، القراءة بالغرفة. يجب أن يهيئ الشخص نفسه إلى أنه هو ذاهب إلى النوم، وأنه فقط بس فقط للنوم، غرفة مظلمة هادئة، لا ينشغل بالأمور هاي، أن لا يشرب الكافيين قبل النوم، يعني حتى على الأقل بثلاث ساعات، القهوة والمشروبات الغازية والشاي، هي كلها بتعمل منبهات للدماغ. ايضا كمان ما يشرب كثير من السوائل قبل النوم، هذا يعني بنبهه من النوم بهدف الذهاب الى دورات المياه. ايضا كمان عندنا انه يكون في عنده عدم اكل وجبات دسمه قبل النوم، هذا كمان بياثر على جوده النوم، ويعني بيعمل عندهم ارتجاع معدي وحموضه بياثر على النوم. هاي الامور كلياتها يعني اذا عملنا تعديل لهاي الامور ممكن يساعدنا في موضوع الارق اكثر حتى من اللجوء إلى الأدوية المنومة. وفي حال الحاجة إلى الأدوية المنومة يجب أن نلجأ إلى الاختصاصي المختص، الطبيب المختص، هو وحده يعني بيشوف حالة المريض وبيشخص حاله ومدى احتياجه وبعطيه الجرعة المناسبة. دكتور، وهنا أخبرينا عن الجرعة، مش الجرعة بالتأكيد، هذا يعني يؤخذ بعين الاعتبار عدة عوامل، ولكن ما هي المدة الصحيحة ربما الموصى باستخدام الحبوب المنومة عند الحاجة إليها؟ نعم، الجرعة الصحيحة يعني يجمع أغلب الاختصاصيين بأنها لا تزيد عن شهر، يعني من أسبوعين إلى 4 أسابيع بالحد الأقصى، حتى لا يحصل عند المريض مشكلة الإدمان. نعم. طيب دكتور، هل صحيح أن النساء يلجأن أكثر من الرجال إلى تناول الحبوب المنومة؟
نعم صحيح فعلا. النساء كما تعلمي سارة في الوقت الحالي وبالعصر اللي احنا فيه، المرأة تعمل في المنزل وتعمل خارج المنزل وعليها أعباء ومسؤوليات كثيرة، ومعظم يعني أفراد المنزل يعني بيعتمدوا عليها بشكل أساسي، فتجد المرأة نفسها في آخر النهار تشعر بالأرق والتوتر ويعني اضطرابات النوم. لذلك من نجد أنه النساء يعني غالبا أكثر لجوءا إلى هذه الأدوية، إضافة كمان إلى أنه النساء التركيب الفسيولوجية لجسمهم، يعني عندنا مثلا النساء في فترة الحمل بسبب زيادة الوزن وضغط الجنين ويعني تحرك الجنين والحموضة اللي بتحصل عندهم، آلام الظهر، هذا بيأثر على النوم عندهم وممكن يساوي اضطراب بالنوم. أيضا كمان في سن الأمل بيصير في عندهم اضطرابات بالنوم. النساء بعد الولادة بعض منهم بيحصل عندهم اكتئاب ما بعد الولادة واضطرابات النوم، خاصة إذا كان عندها أكثر من طفل وبحاجة إلى يعني العناية فيه. فلهي الأسباب يعني بتكون نسبة النساء اللي بيحتاجوا يعني اللي بيلجأوا للحبوب المنومة أكثر من الرجال. وبناء عليه نصيحتك دكتورة التي قدمتها لنا قبل قليل، ربما معالجة أسباب الأرق هي أكثر جدوى من تناول مسهلات النوم أو الحبوب المنومة، ولكن في حالة الحوجة إليها يجب أن تكون عبر الطبيب والالتزام بكل التعليمات التي تصاحب ذلك الطبيب والصيدلاني. شكرا جزيلا لك دكتورة الصيدلانية روان عبد السلام، كنت معنا مباشرة من عمان.